أخسر معاك. شكرا زميلي امير هشام من مقر تمرينة فريق مونانا قال جابوني من استاد القاهره. اروح لزميلي محمد سعيد مقر اقامه النادي الاهلي، عايزك توصف لي اخبار اخر اخبار النادي الاهلي، الحاله النفسيه كنا شايفين تركيز كبير جدا يا محمد، قول لي ايه اخر اخبار عندك. محمد اهلا بيك واهلا بالكابتن محمد حشيش والكابتن محمود ابو الدهب وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اقدر اطمنك وانا هنا داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي والعد التنازلي وساعات قليله تفصل الاهلي عن انطلاقه نحو بطوله افريقيه جديده باذن الله. الجهاز الفني واللاعبين سعداء جدا بهذه الانطلاقه في هذا التوقيت وفي هذا الوقت الزمني من هذا العام في ظل يعني حاله فنيه متميزه جدا لفريق النادي الاهلي في المسابقه المحليه والتربع في عرش مسابقة الدور العام والابتعاد بالصدارة عن منافسين كثيرين داخل هذه المسابقة المحلية. هذه النقطة الفنية الجهاز الفني سعيد بها في هذه الانطلاقة الأفريقية ومع هذا التوقيت في مواجهة مونانا الجابوني. أقدر أنقل لك أن الجهاز الفني بيحاول يحفز اللاعبين قدر الإمكان باستغلال الحالة المعنوية واستغلال الدفعة الفنية والنتائج الإيجابية التي يحققها فريق الكرة خلال الآونة الأخيرة مع الانطلاقة الأفريقية. وحذر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري اللاعبين اليوم تحديدا في المحاضرة الرئيسية في استاد القاهرة في المران الختامي ليلة المباراة على أن ضرورة الفوز بهذه المواجهة غدا وتحقيق أكبر عدد دوافر من الأهداف لأريحية الجهاز الفني واللاعبين في مباراة العودة، خاصة بعد أن قدم الكابتن سيد معوض مدرب الفريق تقريرا عن المواجهة التي جمعت فريق مونانا الجابوني ببطل بوركينا فاسو في تمهيد دوري أبطال أفريقيا، وقال لهم أن الأجواء هناك في مباراة الإياب ستكون صعبة جدا سواء في الطقس أو الحرارة أو الملعب أو حتى المدينة التي ستستضيف هذه المباراة مباراة العودة بإذن الله بعد 10 أيام. فبالتالي كحالة فنية وكتحذير واستعداد من الجهاز الفني للاعبين الأمور تسير بشكل جيد جدا. منذ قليل الكابتن حسام البدري أعلن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد، والكابتن حسام البدري ضم كل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية هنا في فندق الإقامة في المعسكر المغلق، لكن فضل استبعاد محمد هاني الظهير الايمن للفريق والذي خاض مع الفريق تدريب اخير على استاد القاهره منذ قليل، لكن فضل الجهاز الفني استبعاده من مباراه مونانا غدا حتى لا تتفاقم الاصابه، خاصه انه لم يتمثل للشفاء بشكل كبير وما زال يؤدي تدريبات بدنيه خفيفه حتى هذه اللحظات، وبالتالي الجهاز الفني فضل ان يكون اللاعبين المقيدين في القائمه والجاهزين لهذه المباراه متواجدين داخل معسكر الفريق هنا في فندق الاقامه القريب من استاد القاهره. بخلاف ذلك احمد حمودي هو ايضا اللاعب الثاني والاخير الذي استبعد من هذه المباراه نتيجه اصابته في انقل القدم خلال المباريات الاخيره في الدور العام. بخلاف ذلك الجهاز الفني ضم 22 لاعب خاصه من القائمه الافريقيه الاوليه التي ستخوض دور ال 32 24 لاعب فقط. واليوم في التدريب فريق النادي الاهلي على استاد القاهره الدولي فضل الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري ان يكون التدريب مغلق فقط على اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، واعطى راحه سلبيه للاعبين الغير مقيدين في القائمه الافريقيه مع اداء تدريباتهم صبيحه يوم المباراه غدا باذن الله على ملعب مختار اتش. فهذه اللحظات محمد وانا بتكلم معاك الفريق يمكن انهى طبعا العشاء داخل فندق الاقامه وبيستعد للدخول الى المحاضره الفنيه، محاضره فنيه ستكون مدتها 45 دقيقه فقط، سيعرض من خلالها الجهاز الفني مجموعه من اللقطات الفيديو. 45 دقيقه للمواجهات الافريقيه التي او المباراتين الافريقيتين التي خاضهما فريق مونانا في لقاء الذهاب ولقاء الاياب مع عدد من المباريات المحليه التي لعبها في الدوري خلال الاونه الاخيره، بالاضافه الى بعض النقاط الفنيه اللي الجهاز الفني هيكون حريص ان هو يعرضها للاعبين، خاصه ان هذه المحاضره هي المحاضره الاخيره ومحاضره الغد لن تستمر اكثر من حوالي 15 دقيقه قبل التوجه لاستاد القاهره الدولي. بعد قليل ايضا وفي تمام الساعه 9 ونحن هنا في فندق اقامه فريق النادي الاهلي سيكون هناك الاجتماع الفني والترتيب التنظيمي بين فريقي النادي الاهلي مع فريق مونانا الجابوني وبحضور طاقم التحكيم المالي الذي سيدير هذه المباراه. تلك هي الاجواء، تلك هي الصوره بالنسبه لي. محمد عايز اسالك عن سواء في استاد القاهره او حتى فندق الاقامه في هذه محمد المحافظة. عايز اسالك عن طبعا انطباع لعيبه النادي الاهلي العوده مره اخرى للمشاركه الافريقيه، طبعا النادي الاهلي خسر لقب البطوله الماضيه بعد اللقاء النهائي الشهير امام الوداد، عايز اعرف منك انطباع لعيبه النادي الاهلي و
دخولهم في الأجواء الأفريقية كان إزاي، حالة التركيز الكبيرة اللي شفناها في التمرين وحتى عقب خروجهم من ملعب المباراة، وحتى أنت كنت طالع مع الكابتن أحمد أيوب المدرب العام، أكيد كان في حوار ما بينك وما بينه حول هذا اللقاء، كان في إيه في كواليس هذا اللقاء؟ طيب محمد، انا يمكن حاولت اقرب شويه من الفرقه، يمكن ليله المباراه بالتاكيد بيبقى في عزله تامه من الجهاز الفني واللاعبين عن اي اجواء اعلاميه او اي تصريحات اعلاميه، لكن قدر الامكان حاولنا نوصل لمعلومات او نشوف انطباعات الجهاز واللعيبه واستعدادهم المعنوي وانطلاقه افريقيه، خاصه ان هناك عدد من اللاعبين بيخوضوا البطوله الافريقيه لاول مره مع فريق النادي الاهلي وبيلعبوا على المستوى الافريقي لاول مره منذ فتره طويله، فبالتالي انا يعني حسب ما شعرت وحسب ما سمعت من تصريحات واحاديث بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، وحتى في حديثي مع الكابتن احمد ايوب، التركيز على ان بطوله العالم للانديه هو المحك الاساسي والرئيسي لفريق النادي الاهلي، وان الاهلي يحتاج للعوده للعالميه من جديد بعد غياب لمده 5 سنوات بعد الفوز والاخير في البطوله الافريقيه امام اورلاندو عام 2013، وبالتالي التحفيز الدولي والتحفيز في التواجد في محفل دولي ببطوله كاس العالم للانديه وتخطي المرحله الافريقيه الحاليه بالمستوى الذي وصل اليه الاهلي في العام الماضي امام الوداد والاولى عنصر التوفيق والتحكيم لكان الأهلي في محطة أخرى في هذه المرحلة، وبالتالي تلك هي العناصر التي يشتغل أو بيعمل عليها الجهاز الفني مع اللاعبين، وجود عناصر الخبرة زي شريف إكرامي وحسام عاشور وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وجودهم في المعسكر وتواجدهم غدا بإذن الله في المباراة بيعطي كمان دفعة لبعض العناصر المتواجدة في البطولة الأفريقية لأول مرة، أحمد حمدي أيضا، كمان هشام محمد اللي دخل في مراحل الأخيرة من البطولة الأفريقية العام الماضي، صلاح محسن أحدث المنضمين والوافدين واللي تم قيدهم في القائمة الأفريقية في اللحظات الأخيرة، لكن بشكل عام اللعيبة عندها مسؤولية كبيرة جدا إن الأهلي تخطى خلاص المرحلة المحلية، فاز بالدوري بفارق كبير من النقاط، فاز بكأس مصر، لا يتبقى سوى البطولة الأفريقية، ويعلموا جميعا أن مواجهة منانا الجابوني هي المواجهة أو عنق الزجاجة التي ستمنح الأهلي الطريق بشكل كبير جدا في البطولة الأفريقية، خاصة وأن لديهم تحذيرات فنية أن هذا الفريق خلال العام الماضي رغم أنه يفتقد عدد من العناصر التي لم تلعب التي شاركت في البطوله الافريقيه العام الماضي، لكن هذا الفريق من الفرق التي تلعب بشكل ايجابي، من الفرق التي احرجت فريق الوداد العام الماضي، وبالتالي هناك جاهزيه للاعبين، هناك تحفيز وحماس من الجهاز للاعبين، ووضعهم امام المسؤوليه الاجتماعيه والمسؤوليه القرويه امام جماهير النادي الاهلي، ونقطه كمان عايز اقول لك عليها في مساله المسؤوليه والتحفيز للبطوله الافريقيه، وجود الجمهور غدا، اللاعبين والجهاز الفني وصفوه بانه اللاعب رقم واحد، رغم قله العدد بوجود 5000 متفرج، لانهم وصفوه ان هذا العدد او هذا الجمهور اللي هيحضر في استاد القاهره يعتبر عامل ايجابي والعامل رقم واحد ليهم واللاعب رقم واحد للظهور بشكل ايجابي وانهاء المباراه مبكرا، خاصه ان الجهاز قسم المباراتين شوط اول باذن الله في القاهره وبعد 10 ايام باذن الله في العاصمه. محمد عايز اسالك عن تمرين النادي الاهلي، هل كان في النهارده تمرين الضربات ثابته؟ عايزين نعرف كان تمرين النادي الاهلي قبل المباراه كانت ماشيه ازاي، ولو في ضربات ثابته مين اللي سدد؟ بداية التمرين بالظبط ما استمرش حوالي أكتر من ساعة إلى 10 دقائق، انقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول حوالي 10 دقائق كابتن حسام جمع فيه الـ 22 لاعب وتحدث معهم عن أمور كثيرة جدا سواء أمور فنية أو أمور تحفيزية لمباراة الغد، ثم الجزء البدني اشتغل عليه الدكتور أنيس الشعلاني معد اللياقة البدنية وكان معايا كابتن محمد أبو العيلة، وانخرط فيه 22 لاعب بخلاف محمد هاني اللي أدى تدريبات فردية مع دكتور طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ثم الجزء الفني انقسم الى جزئين، اولا لم يتحدد شكل التشكيله الاساسيه ومعالم الخطه والطريقه اللي هيلعب بيها الاهلي، التمرين كان خفيف تخصصي في امور فنيه بسيطه، لكن اشتغل الكابتن حسام في الجزء الاول منه على اللعب بكره اليد، يعني انت بتشارك في تقسيمه بشكل كره اليد ليس اللعب بالقدم، وفي الجزء الاخير في العشر دقائق الاخيره كان هناك ميكس بين عدد من اللاعبين حوالي 22 لاعب تم تقسيمهم الى 11 و11 في المنتصف من الجزء الاخير من الملعب حتى الثالثه شمال، لكن لم يتحدث في التشكيله الاساسيه في تواجد عدد من اللاعبين سواء في الخط الخلفي او في وسط الملعب او في الهجوم، لكن الجزء التكتيكي او الخاص بالضربات الثابته كابتن حسام حرص فيه على اصطحاب 5 لاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنيه في تنفيذ الكرات الثابته، علي معلول، وليد سليمان، عبد الله السعيد، اسلام محارب، احمد فتحي، ولا اخفى عليك سرا يمكن اكثر اللاعبين اللي تميز في تسديد الكرات الثابته كان احمد فتحي في هذا المران، وظهر بشكل جيد جدا وكان متميز بشكل عام تحديدا كمان في
في التقسيمه وفي تنفيذ بعض الكرات الثابته في نهايه المران. لكن بشكل عام الجهاز الفني يعني فضل ان ما يكونش في تدريب بدني قوي في هذا المران، حتى كمان الجهاز فضل ما يرشش ارضيه الملعب، فضل ان الفريق كمان يتمرن على ارضيه الملعب بتكون الارضيه ناشفه، ما يكونش الارضيه مبلله زي ما هيحصل بكره باذن الله. لكن الجهاز الفني عقب المران وحديثي مع كابتن احمد ايوب ان الحمد لله الجهاز وصل بشكل كبير جدا للحاله والتشكيله والطريقه اللي ممكن الاهلي يلعب بيها مواجهه منانا، واللي وصفها لي سيد معوض مدرب الفريق انها مباراه صعبه جدا 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 عكس ما البعض بيتخيلها ان هي قد تكون مواجهه سهله لانها في بدايه المشوار ومواجهه الدور ال 32 يا محمد. محمد سعيد زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه النادي الاهلي في معسكره لفريق استعدادا لفريق منانا غدا، بشكرك شكرا جزيلا، ولو عندك لقاءات